سعداء بامتلاك فرقة جديد في إطار الأنشطة الإعلامية لربط أحباء النادي الإفريقي، وهو التفاعل والتعرف على شخصيات عامة من مختلف المجالات، تعرفت بأسهامة في الحياة الاجتماعية وكذلك بحبها للنادي الإفريقي. سعداء أنه الضيف الأول لهذا الركن باش يكون اليوم الأستاذ محمد الكيلاني، شخصية سياسية اللي ناضلت على امتداد عقود من أجل الحرية والديمقراطية، واللي تميز أساسا خاصة في اعتقادي بهدوء التعاطي نتاعو مع الأحداث، وكذلك بأنه حافظ على نفس التمشي ونفس الثوابت، بمعنى أنه قادمة يبحث على التوافقات الصحيحة للمجتمع، ويبحث كذلك على الأشياء اللي من شأنها تساهم في تقدم تونس. سعداء باستقبال السيد محمد الكيلاني في مقر ربط أحباء النادي الإفريقي. شكرا على هذا اللقاء، وأنه أول لقاء في برنامجك أنا في الحقيقة معناها يخجلني، اللي كوني معناها نلقى روحي في وضع مثل هذا، عايشك سي ميشيل معناها نعرف بعضنا من قديم الزمان، جد من قديم الزمان نعرف بعضنا، وكنا معناها على دوام أصدقاء، وهذه الدعوة والمبادرة هذه في الحقيقة معناها تفرحني ياسر، وتوري اللي كنا في مجتمعنا ثم ناس اللي أصحاب قيم ما تغيرتش، وأصحاب سلوك ومبادئ معناها لم تتغير. سي محمد، ربما من باقي الأشياء اللي ما تغيرتش فيك واللي معناها لازمتك هي حبك للنادي الإفريقي. اليوم السؤال اللي بيود أنه أحباء النادي الإفريقي يعرفوه، كيفاش جات علاقتك، كيفاش تأثرت علاقتك بالنادي الإفريقي؟ وقتاش ربما اكتشفت النادي الإفريقي لأول مرة؟ النادي الإفريقي تعرف قبل في عمري أنا، في الوقت هذاك ما كانش تلفزة موجودة بدرجة كبيرة ياسر، كنا عن طريق الإذاعة وساعات شوية تصاور في الجرايد، معناها من غاديك عرفت معناها النادي الإفريقي، وبصورة خاصة معناها بعض الملاعبية نتاعو الكبار، معناها وبصورة خاصة معناها أذكر خاصة في آخر الستينات وبداية السبعينات، معناها بداية ظهور الأستاذ قساسي اللي نعيطوا له على التوبة، معناها كانت من بين الأشياء والعناصر الأكثر اللي جلبتني للنادي الإفريقي، خاصة في الشجاعة معناها نتاعو في الكورة، وفي معناها وفي زاد كذلك كيفية توجيه معناها الفريق معناها في على في الملعب، خاصة من السبعينات اللي بدينا نتفرجوا في الكورة، وين ولد أواخر الستينات وين بدينا نتفرجوا في الكورة، وين ثم بعض الماتشوات تتعدى وما آخره. دونك معناها من غاديك بدات القصة الأولى نتاع الغرام باللقطات وبما كان يقدم، اللي كانوا يقدموه الملاعبية واضح اللي كونهم ما كانوش معناها يتمتعوا أو عندهم ظروف مناسبة باش ينجموا يكونوا ملاعبية، لكن مع ذلك كانوا كذلك، لكنهم معناها كانوا معناها مكافحين مقاتلين معناها على الميدان. هذاك اللي شدني معناها للنادي الإفريقي. سي محمد، إلى جانب ربما الجانب الرياضي، شنو الأشياء الأخرى اللي ممكن بالنسبة ليك يمثلها أو من المهم أنه تكون متوفرة أو تحسها اللي هي موجودة في هوية النادي الإفريقي؟ صعب، النادي الإفريقي معروف اللي كونه معروف فريق الشعب، معناها يحبوا عامة الشعب، وحتى خاصة اللي زاد طلع على الصورة هذه هم اللي أغلبية اللاعبين نتاعو معناها فقيرين جايين من الداخل، دونك معناها هذاك اللي خلى النادي الإفريقي معناها ممتد ومحبوب معناها من الزاوية هذه. سي محمد، ربما في الجوانب الذاتية حكينا بعض التفاصيل متعلقة بعلاقتك بالنادي الإفريقي، مثلا المقابلات اللي حضرتها في الملعب، المقابلات اللي أثرت فيك، حكيت على عتوقة، ربما ثماش نجوم أخرين حتى في رياضات أخرى. والله مشيت معناها برشا ماتشات، لو برومي ماتش معناها ما نجمش نقول اللي كوني نتذكر 100% معناها على خاطر وقتها في
الستينات معناها خارجين من هاربين من الليسي، معناها من الليسي خزندار، كنت نقرا في الليسي خزندار، ومشيت مع جماعه اصحابي معناها باش نتفرجوا، ما عندناش الحق وقتها باش نخرجوا، عندنا جروند سورتي جينا مره في 15 يوم، وهي جات في الوسط، معناها قررنا باش مش نمشوا، وما عندناش الفلوس حتى باش مش ندخلوا، معناها تصدقنا ودخلنا معناها براتيكمون بالقوه، معناها باش في زيتنا. معناها اكثر حاجه هي واحنا كيفاش نتشعبتوا، معناها معايا معناها الشباب نتاع ثلاثة شباب من لسي خزندار، مفروخ مازلنا لاباس علينا صحة بدن والكل، معناها ما حسيناهاش، أما بالنسبة لنا مغامرة كبيرة. بقات معناها ساعة ساعة، هو في الحقيقة الحاجة اللي عملتها صار عليها فيما بعد ولدي، معناها ما نخليهش يمشي، خاصة بعد الماتشوات اللي ولد فيها برشا عنف ومشاكل، ما نخليهش يمشي نهار لحد، يفصع من الدار يخرج يقول لي يعني في الحومة، وهو يمشي يفصع ويدخل ما عندوش باش مش يدخل ويدخل وشكون ولدك سلام عليك؟ بندرمان حيو بالمناسبة اللي هو معناها من كان ولد النادي الافريقي، هو جاء معناه انا الحقيقه مش متعصبه، ما هو معناه كارثه في التعصب، معناه بالنسبه لي ما لا يقبل اطلاقا، لا باش من عائلته لا ولاد خالاته لا ولاد عمه لا واحد انه يكون ما واش نادي الافريقي، ما يعرفهاش دونك، هذاك علاش حتى في العائله نتاعنا في ما تلقاش قليل من تلقى معناه واحد يحب معناه فريق اخر. سي محمد، انت اليوم كيفاش تحب كيفاش تتمنى تشوف النادي الافريقي؟ نحب النادي الافريقي يصبح معناها فريق بجد، معناها في مستوى، لا فقط معناها كونه في تونس يكون يحتل المواقع الاولى، ولكن زاد كذلك انه معناها عربيا وافريقيا يلزم ياخذ مكانه بالمعنى الذي يعود له. على ما يذيب المراهنة على أنه مرات يهز ومرات ما يهزش تتنحى فقط، تولي معناها فريق عنده غرض معناها باش يوصل له ويلزم يخدم عليه. سي محمد، سعداء جدا بأنه نكرموك ربطت حبة نادي الإفريقي باعتبار مكانتك، باعتبار كذلك حبك لفريق النادي الإفريقي، شرفتنا ومرحبا بيك معناها كمحب للنادي الإفريقي وكعضو في ربط أحباء النادي الإفريقي. عايشك يا سيدي، شكرا ولي شرف بذلك، وان شاء الله تكون معناها الرابطه تلعب دور كبير ياسر معناها في مساعده الفريق على انه يتقدم بصوره افضل.